الوضع لا يطاق. بصيرش مواطن كرمائيل اللي اجى من روسيا واجى من هولندا ومن كل دول العالم يفوت في راحة على بلده، وانا ابن هاي الارض عشان يفتحوا له شارع انا افوت في هذا التعب وفي هاي ازمات السير. هذا اللي بنحكي فيه وهذا اللي لازم نوجهه للسلطات العالية. عشان هيك بطالب المجلس المحلي في الشهور كله احتجاجات واسعة، ينزل مظاهرات ضد هذا المخطط اللي كان اللي بسموه الشارع البديل، او اسمحوا لي في اللغه العبريه المحلف، ويعاودوا يركزوا عمليه السير والدخول للبلد. هذا الوضع عشان الناس تستغني اكثر، وعشان احنا المواطن العادي يتعب اكثر بفوت البلد. هذا الهندسه اللي عملوها هن هدول اللي عملوها، اللي اليوم موجودين في المجالس اثنين، وهاي بعمالة تعود على البلد باشياء يعني مرفوضة بتاتا. الواحد بروح من الشغل بقعد على الشارع ساعة وبفوت لبلد اخرى ساعة وعشر دقايق. كان بالاول تعال نقول على الحلة على الساعة 4 البكاك، بس اليوم اي ساعة ما تروح 12 واحدة 4 الصبح دائما في بكاكين. يعني نطلع الصبح على شغلنا نتأخر، كل شيء ركض بركض، صعب هيك. قد يصلك في السنة بهذا البكاك؟ على الأقل بالنص احنا وصلنا. يعني أنا بدي من جديدة للمكر لهون 12 دقيقة، ومن هون للبيت بدي 40 دقيقة. أنت جاي من هون، قد يصلك بتستنى على الأقل بالنص احنا؟ بالنص اللي أقل شيء ربع ساعة. بدي بعدل لك تقريبا. بعدل 100 متر تقريبا، بتقطع 100 متر ربع ساعة. بدي 24 دقيقة. هذا الوضع صعب عليكم كعمال مرحلين شغلكم؟ وهذا الوضع يعني ببدايته، يعني اخرى شوي بصير اكثر. بتوصل رسالة لحدا؟ اول اشي يسوق منيح، هو كمان سبب الازمة هاي، ومش مدافش وكذا، وبنفس الوقت الصبر. صار له هذا الوضع بتعانوا منه هاي ازمة تقريبا يوم يوم. انت كعامل قد بدك وقت تتوصل بيتك بهيك وضع؟ هون تقريبا بدي تفوت على البلد بدي حوالي تقريبا 30 دقيقة نص. بتوصل رسالة لحدا؟ يعني هذا الموجود شو بدنا نعمل؟ قد ايش صارلك بالسنة هون؟ ربع ساعة. هذا الوضع كان من قبل؟ لا، المرة اللي مرقت كمان عملنا لقاء وحكينا عن الموضوع نفسه، ولكن للأسف ما شفناش انه في هناك أي تحرك أو وجود أي حل لهي المشكلة اللي الناس كل يوم وكل يوم عم بتعلق، والناس عم بتعبر عن استياءها الشديد من هذا الوضع، وخصوصا زي ما قلنا في هاي الساعات بعد الساعة 3 الناس مروحة من الشغل وفي وضع سيء جدا زي ما احنا شايفين هون. بتأمل انه يكون في هناك تحرك يعني ولو من المسؤولين، ان كان في مجلس البعنة او في مجلس دير الاسد، اللي يقدروا يساعدوا الناس ويخففوا عن الناس المشقة، وخصوصا بهاي الساعات او في ساعات الصباح. نوصل الرسالة للسلطات المحلية، ونتوجه لرئيس المجلس المحلي في البعنة ولرئيس المجلس المحلي في دير الأسد، اللي هن ممكن انه ولو بشكل بسيط ممكن انه يتوجهوا ويحاولوا انه يحلوا أزمة السير اللي موجودة. طبعا أزمات السير موجودة في كل الأماكن في المنطقة هون، ولكن في أماكن اللي ممكن حل يكون فيها بسيط، ممكن انه ينزلوا لهون ويشوفوا شو الوضع الموجود ويلاقوا حل ممكن يكون بسيط جدا. زي ما انت شايف يعني اسا بالوقت الحالي شوي السيارات عم تمشي، اسا كمان شوي دغري الوضع بصير اسوأ من هيك وبتبطل السيارات تقدر تنزل ولا من البعني والدير ولا تفوت على البعني والدير. فبتأمل يكون في هناك حل او اي توجه للمسؤولين، كان للشرطة او كان ل اي محل ممكن يساعدنا.